شبعان شبعان هو باغي ياكل يحطوا فوق الصوب لازم يحط لي ماكله وخليه تبارك الله نيرا مصوبي راسي براسي دابا غادي تحط لي البنان ولا شحال عنده شحال عنده مصطفى ماشي مكان الشاب شري لي يا تبارك طالع على يدك هذاك ها طالع على يدك الله غادي خويا عثمان تحياتي هاني مزيان سمار شو هذاك الله يحفظك مزيان هاني ليا الله يحفظك الله يعزك الدريس انا خويا عزيز الله يبارك الطفرات اللي كاينين هنايا هنايا كاين خويا موزيك روج موزيك روج هو هذا الكره هذو ياك وكاين خويا اكاط بلون هو اللي في العصيه هذا اللي واقف هنايا كاين اوبان راه هو اللي من الجهه الخاصه في العصيه حتى هو والاخرين كاملين ساتيني كاين اكاط موزيك روج هو اللي في الارض كاين هما هاد البياسه اللي في الارض اييه هذاك اكاط موزيك روج وإيزابيل موزايك روج كبار هادو واجدين ياك خدامين لا ولا كوبلات ولا فرادين كاين 2020 أغلبية 2022 أي طيب وكاين بورتو الرصاصين إيزابيل راه هو روج إيزابيل روج راه هو تبارك الله زويون راه هو اللي تحت طيب هاد البياسة وحدة أكاط موزايك روج مستوى غير مخير فين هي؟ هي اللي حدا من جهة أخرى هادي اللي هنايا هاديك أكاط وخرى إيزابيل إيزابيل الأخرى أوبال قلنا والأخرين ساتيني هادو راه ساتيني هادو بلاتي انت اخويا عزيز عبد الرحمن عبد الرحمن وعزيز عزيز عزيز عليا وكتفاقش انت ويا اخويا بالقادر هذا كاين هذا ساتينيك ها هي ساتينه البياسه هذا عين حمراء احدى ساتينيك ساتينه ياك لازم نزيدو هنايا بياسه ساتينيك ها هي هذه البياسه الكبيره هي المهم كاين اربعه البياسه ساتيني ركزت عليهم مزيان اخويا عبد الرحمن راه 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 بياسات مزوينه مستوى زوين هذا الساتيني راه دايرين 800 درهم الكوبل 800 درهم الكوبل 800 درهم الكوبل الاكاط بلون ديال 300 300 موزايك روج ديال 220 كيرا ان شاء الله بالنسبه لهذا 220 درهم اوبال 220 درهم وموزايك اخويا زيد راه ديال 250 راه باقي صفر ولا 250 بياس الله يبارك وهناش عندنا تحت هنا شد هذوك اخويا موزايك ديال صديق ديالنا سميتو هشام هادو راه موزايك عنده كوبله فيها كبيره في الخدامه وانا وليد ديالو انت ورا الشينات برك راه يهضر كي راه دم الفريز اللي كنعطاها باش انه يعتق الموقف عوقت الموسم وراه خرج فوالا راه خرج كيف تبارك الله من مدينه نتيو بزاف الشمال شحال الكوبله هنا الكوبله كيقول لها 500 درهم الوليدات راه تيقول فيهم 80 درهم تيديرهم ثمن جد مناسب 80 درهم الله يبارك واخا النمره ديالك النمره ديالو وديالك ديالك هي الاولى عثمان هي هي 07 77 71 58 00 00 النمره ديال الاخ هشام راه هي هادي 0664 0664 12 57 57 07 بالنسبه لهاد هشام بالنسبه لهاد البياسات هادي بالنسبه لهاد البياسات هادي كتشوفوا الاخوان راه السلعه ديالو هادياك السلعه زوينه نقيه نقيه بالنسبه للسلعه ديال هادي تواصل معايا بالرقم بالنسبه للاخوان اللي هي كوبلي صلاحة وهادي راه كنقول لكم احسن انه تاخذ الكوبلي غير ما تمشيتو مع الوليدات ديالها ديجا خدامه وصلاحة راه كاين هنايا ميت حدا درب ميلان راه يفتصوني على الدراري كاين في كازا راه يصوني عليه الله يحفظك خويا عثمان تحياتي الله يحفظك الله يحفظك خويا اسمع الله الصباح بكري كانت السلعه مليحه وي راه جيت قبيله ولكن اخويا راه بالي الزحام عندك وانا نمشي وليدات هادو كانوا بتات ياك كاملين ياك شنابه انا بيان كيسر زوان شحال هاد اللوتينو كمان في الخاص مزيان عندنا اللوتينو عندنا اللوتينو الايزابيل الله يرضي عليك بالنسبه للمونداره كل ياسر صغار وكبار ياك كلشي كبير مكاينش صغير كبير ياك مخلطين واجد بالنسبه للجبنه اللي بغا الجبنه اللي بغا الجبنه كاين الكانار هنا 1000 حبه كاينه طيب عندنا الكانار هنا بياسات مخلطين مونداره هادو كبار صغار شنابر هادو ياك فيهم الحبشي ولا فيهم الحبشي وخاص بلون الله يبارك وهنايا زوينه هاد السنيبرات هادو مزيانين الله يبارك جا واحد الدار
عبد الله. اه فيهم لا سويق هنا. اييه. اه هذه الكياسه ديال الاول كيما تشوف الله يبارك. اه هذو كياسات ناضين هذو كياسات. اه. كياسات حيين الله يبارك هذو شنابر ياك. كاين شنابر وفيهم. لو كيوجدوا. لو كيوجدوا. يبارك. الكره وانت وين ياك؟ اه. خلطي هادو لاسوينغ هادو ياك لاسوينغ وكاين عين حمراء العين الحمراء الاينو كاين الاينو لاسوينغ آه الله يرضي عليك الله يبارك كما كتشوفوا السلعه قريبه توجد اللي عجباتو شي بياسه هنا شي كوبلي تواصل مع الخاص هنا الشنابر هادو ديال كالوبسات هادو شحال عندهم تقريبا هنا واجدين ها ماشي بورتون ديال لالبينو هادو لا فورتو واخا النمره ديالك سعيد كيف ديما 32 32 77 77 44 99 99 محمد محمد 2000 درهم مبارك ما جبتش شي بياسه هنا يتواصل مع الخاص بلاتي ونعطيها لك سعيد تبارك الله بلا تلحقوا لي الله يبارك خويا مصطفى مزيان سامار شو هذاك تحياتي مع الوقت هاني ليا مزيان غادي مع شي ولاعه الله يحفظك ليا ودا الصطوف الله يحفظك الله يبارك نبداو بهذه البياسه هي الاولى جديد ياك مصطفى ياك وليد وليد الله يبارك الله يبارك الفرق هذا مازال كيحفظ لا مازال كيحفظ ياك شحال عنده باش يجي شحال عنده شحال عنده في الحفاضه ديالو باش يكمل طبعو باش طبعو باقا 4 شهور الله يبارك شحال عنده هذا دابا 3 شهور الثمن ديالو 130 هذا الهزار هذا لا جرون بيك جرون بيك جرون بيك جرون بيك تي البطاطا المخالة الكلام ديالهم اللي فيهم هذه هي راقة تتبيض الكلام ديالهم هي راقة كاين هنا شحال بياسة مصطفى هنا؟ 70 درهم بياس شحال ضاربين هاد؟ شي سيمانة سيمانة كلام ديالهم هادو ياك؟ كلام ديال شوية بحال البانسو مال الفصيلة ديال البانسو الفصيلة ديال البانسو وهاد الحداد هذا الله يبارك 150 درهم عنده شي بداله هذا ياك؟ لا باقي باقي ياك؟ هو قديم شي 4 شهور دابا 4 شهور طيب شنو الطير هذا اخو؟ جرون بي جرون بي شحال الثمن ديالو؟ هذاك اخويا شنو على الحداد؟ الحداد 150 الله يبارك الملك اخويا ولد العشاق الله يبارك هذه الخدمة ديالك هذيك والطابع ديالك الله يبارك شحال عنده هذا؟ خويا ادريس شحال عنده امس؟ العام الثاني العام الثاني الله يبارك شحال كتقول فيه هذا؟ 1500 كعاك لا اخر سلاك الله يبارك ميسو ديال العصفور ميسو ديال العصفور ميسو ديال العصفور قبل فون 10 شحال ضربة هذا مصطفى هذاك ود العام هذاك ود العام والله بدا كيدك ميسو ديال العصفور ها والله كيخزن باقي ما خرجش الكلام باقي ما خرجش الكلام نطلق عليه الكلام حسن نطلق عليه الكلام ياك الله يبارك اللوي اللي فيها صاحبي اللويين اللوي الواعر مغريز مغريز وعصفور الله يبارك بياسة ديال الحداد هذا مصطفى نتيوا نتيوا 80 درهم 80 درهم عندنا هاد البياسة ديال كالوبسات مدريسي ما كاين لا عطال لا والو الله يبارك شحال عنده هذا تقريبا شحال عنده صاحبي خديتي صاك هذا طلقوه في الدار ما تخافش منه طلقوه تلعب معاه مولاه اللي خديته مع عنده كيطلقوه كلشي الله يبارك بغات الفيديوهات ديالو شحال هاد البياسة هادي الحباش كاع كباريت زوين ياك حفظوا واحد اه ندير منين شحال ديالو هذا 600 في الكاج 600 في الكاج ديالو الله يبارك الكاجرة ديال
أربعة الوكالات كما كتشوفوا الكبير كبير ديال الأدارة ديال التفريخ هذه ديال كالوبسات تحط فيه زويجة ديال كالوبسات الله يبارك عندنا حنا حتى الدود الله يبارك هنا اللي بغى كيلو نص كيلو اللي بغى بواطة شحال هاد البواطة خويا مصطفى 20 درهم 20 درهم بواطة هنايا اللي بغى بالنسبة اللي بغى كيلو نص كيلو 3 ياك شحال كيلو هنا شحال كتقول الكيلو كيلو 500 كيلو 500 درهم الله يبارك بياسة ديال الكنار ديالك هادو مصطفى ياك بياسة كبار هادو ياك هادوك هادوك بياسة كوبلة كوبلة هادي ياك كوبلة كيما 150 درهم 300 درهم كوبلة ياك وهنا عندنا 150 درهم بجوج 150 بجوج اي بارك كما سمعتوا 150 بجوج تما في في المتناول هاد الكوبلا راه كانت كدير 40 درهم 350 بعد هاد البياسه ديال قديم هذا دار شويه عندك ياك دار شويه حتى ما ديالهم استفادات 200 درهم يا سادي عجبتنا خو مصطفى زوين زوين السوق ديال شحال الثمن ديال هذه قلتي لي هذه البياسه هذه 500 والله واخا النمره ديالك كيف ديما خاص طوب 06 56 58 58 58 58 58 بالنسبه اللي بغيتي شي بياسه هنا بالركازه تصيفطها ليك واللي بغى السلعه ديالك يدخل لاشين ابو رميساء للطيور ياك الله يحفظك خويا الصوف تبارك الله عليك تحياتي الله يحفظك